بابل الحضارة والتاريخ. خرجنا اليوم زوار بابل بأقضيتها ونواحيها ومركز المحافظة للتعبير عن إرادتنا الحرة بمكافحة الفساد، وإعلان بابل منطقة حرة خالية من الفاسدين. إقالة المحافظ حسن منديل والإتيان بمحافظ شريف نزيه لا شائبة في سجله وسيرته. نريد محافظ مستقل من مركز محافظة بابل ومهني ويجمع عليه البابليون جميعا. خلال 17 سنة عقود متراكمة يتحمل المحافظ، يتحملها الحكومة المركزية. وأنا من بابل أدعو القاضي، مثل ما زرت البصرة وزرت بغداد، توجه إلى بابل، لأن بابل الآن بابل مع الأسف يعني فجوة انثارت كل الشعب. ودي شوف أنت في خلف المظاهرات، واليوم 19/7 اليوم الأحد، وتشوف البابلي بعد ما يتحمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في الموضوع مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم مشاهدينا الكرام نتحدث عن موضوع تأخر صرف رواتب كثير من الموظفين في العراق، خاصة أصحاب العقود في وزارة الكهرباء تحديدا وفي بقية الوزارات بشكل عام. هناك عملية تأخير كأنها متعمدة حقيقة للنظر إلى وضعها وللنظر كذلك إلى تصريحات وزارة الكهرباء. على سبيل المثال، عندما تصرح وزارة الكهرباء وتقول بأن رواتب موظفي العقود كاملة جاهزة وكاملة بشكل تام، لكن ننتظر بعض الآليات لصرفها. طيب، ما الذي يؤخر أو يعيق صرف رواتب أصحاب العقود العاملين في الوزارات الحكومية؟ أعدادهم ليست قليلة بالآلاف، وهناك حقيقة حاجة ماسة لمستلزمات الحياة، ووجود هذا الراتب هو ضروري ل يعني جعلهم يستمرون في هذه الحياة، طبعا مع القدرة على الشراء ودفع مستحقات أو مستلزمات المعيشة الغالية الآن في العراق بشكل عام. دعونا نشاهد مع حضراتكم وقفة لموظفي العقود في وزارة الكهرباء أمام وزارة الكهرباء في العاصمة بغداد، احتجاجا على عدم استلامهم الرواتب منذ 5 أشهر، فنشاهد. احنا عقود وزارة الكهرباء لجوف سابقا بال 2019 حولنا عقود مضت على خدمتنا 13 سنة و 14 سنة. من ذاك الوقت لهالوقت احنا ولد الوزارة، احنا عندنا خدمة سنين، احنا عراقيين. اذا يقولون انتم عراقيين ومحسوبين علينا نريد حقوقنا، مو عراقيين، خلي يقولون لنا مو عراقيين حتى نطلع نشوف لنا غير دولة ننضم لها حتى نتهم حقنا وين؟ صار لنا 5 أشهر، كل واحد 13 سنة و14 سنة و15 سنة. والله عيب، والله زحمة، والله حارة عمي، والله ملينا، واحنا نعمل على الشبكة وهاي الشباب كلها أصحاب عوائل. يا ناس يا عالم، يا اللي بوا علينا، يا اللي وصل صوتنا. 14 سنة خدمة يعني عمي، خلي واحد يطلع عنا، خلي واحد يشوفنا، احنا ولد هذا الشعب. لحد الآن وقفة سلمية، واقفين مقابل الوزارة منا لحد ما ينزل لنا واحد من الوزارة. إلى ما نزل واحد من الوزارة راح يصير التصعيد، والتصعيد حال اللجنة. شو تقرر اللجنة أنا أسوي بعد؟ شو أسوي اللجنة أنا أسوي؟ 5 أشهر بدون راتب يقبلها الوزير؟ 5 أشهر ما يستلم راتب؟ أنطم مستحقاتنا، إحنا صار 5 أشهر بدون رواتب، وإحنا إحنا إحنا تماس مباشر مع الكهرباء. إحنا راح نبدأ بخطوة التصعيد، أنا أقول لك حتى ما أخفيك، نبدأ بخطوة التصعيد. إذا ما استجابوا لمطالبنا راح نبدأ بخطوة التصعيد. طيب، هذا كان في وزارة الكهرباء للموظفين بالعقود. دعونا نشاهد موظف في وزارة النفط أيضا بالعقود ولم يستلم الراتب منذ 6 أشهر، شاهدوا ما الذي قرر أن يفعل. وهذا البطل
هذا المواطن وهو موظف في وزارة النفط قرر أن يقوم بحرق نفسه، يشعل النار في جسده احتجاجا وغضبا على الوضع الذي يعيشه، وضع مأساوي. طبعا هناك مناشدة من دائرة من الموظفين في دائرة صحة محافظة صلاح الدين، رسالة وهي مناشدة وردتنا على قناة الرافدين أو إلى قناة الرافدين، وردت هذه المناشدة نقرأها لحضراتكم كما طلب صاحبها منا. يقول: نحن موظفي دائرة صحة صلاح الدين المحجوبة رواتبهم منذ 7 أشهر بلا راتب، نناشد كل غيور أن ينصف هذه الشريحة المظلومة. نحن من خاض معارك مع الفيروسات، ونحن من سهر الليل لراحة المريض، ونحن من وقف في مداخل المدن لفحص فيروس كورونا، ونحن من داوم 100% ولم يذق طعم الراحة، ونحن من ضحى بحياته وحياة عائلته، ونحن 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 إلى آخره. يقول: عددنا 1600 موظف من أصل 4000، انقسم العدد إلى وجبتين، وجبة أولى مشت أمورهم مبارك لهم يعني استلموا، بقيت وجبة ثانية مصيرهم مجهول، وهم أصحاب عوائل، منهم من يسكن إيجار، ومنهم من لديه مريض، وأبو المولد وأبو الأسواق يريد، وإلى آخره. 1600 موظف في رقابكم إلى يوم الدين، اعلموا 1600 موظف سوف يقولون لرب العالمين ما حصل بهم، أرجو منكم طرح مشكلتنا. إن شاء الله تكون الرسالة قرأت كما تمنى صاحبها أو رغب. طبعا هذه المناشدات مشاهدينا الكرام مستمرة، وحقيقة الموضوع لا يقتصر فقط على دائرة الكهرباء أو النفط أو دائرة الصحة في صلاح الدين أو حتى وزارة الصحة بشكل عام، الموضوع في كافة القطاعات الحكومية. هناك موظفين بالعقود، هناك عملية تأخير كانها متعمدة من طرف السلطة لدفع رواتب ومستحقات هؤلاء الموظفين، في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة التخطيط عن أكثر من 100,000 موظف فضائي، 100,000 فضائي يتقاضون رواتب في العراق، وطبعا هذا كلام وزارة التخطيط، لكن الحقيقة هي الرقم أعلى من ذلك. حيدر العبادي في فترة حكمه قال بأن هناك 4 ملايين موظف في الدولة، وفق المعايير الدولية هي تشكل نسبة 18% من مجموع سكان العراق، وفق الإحصائيات التي خرجت بها وزارة التخطيط التي تقول بأن نسبة السكان هي 38 مليون نسمة. طيب 18% من سكان العراق من إجمالي العدد الكلي هو عدد العاملين في القطاعات الحكومية الموظفين، وفق المعايير الدولية هو يمثل 9 أضعاف النسبة العالمية المتعارف عليها بالنسبة العاملين إلى عدد السكان. طيب عدد سكان بهذا، عدد الموظفين بهذا الرقم الكبير، ما هو الإنتاج في العراق؟ ما الذي تقدمه هذه القطاعات الحكومية للعراق كدولة بشكل عام؟ يعني الكهرباء لا توجد، هناك أزمة في قطاع الصحة انهيار تام، هناك مشكلة في البنى التحتية بشكل عام في العراق، العراق بلد معتمد على الآخرين، بلد مستورد، بلد يعيش الآن على رحمة إيران وعلى رحمة الدول الأخرى في الاستيراد منها بالبضائع والمنتجات وحتى الغاز وحتى الكهرباء والنفط، ونحن بلد نفطي يستورد من إيران. طيب ما الذي تقدمه هذه الأعداد الضخمة؟ لماذا هناك هذه البطالة المقنعة التي توجد في دوائر ومؤسسات الدولة؟ من معنا الآن؟ طيب إذن مشاهدينا الكرام، وزير التخطيط يقول بأن هناك أرقام مؤسفة تتحدث عن حجم ونسبة الفقر في العراق. يقول في حوار مع إحدى الصحف أنه بلغت نسبة الفقر في عموم العراق 20% بموجب آخر مسح نفذته وزارة التخطيط. طبعا هذه الأرقام الحكومية. جينين بلاسخارت هي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، تحدثت عن أن العراق يواجه الآن خطر بأزمة اقتصادية خانقة قد توصل نسبة الفقر فيه إلى أكثر من 40%. طبعا هذه تحذيرات أممية، تحذيرات دولية، لكن الأرقام الفعلية في العراق أن النسبة فعلا قد تصل إلى أكثر من 40% الآن في ظل السياسات الاقتصادية المتخبطة، الفساد المنتشر في الدولة، وطبعا البطالة المقنعة والفضائيين الموجودين الآن وهم بنسب كبيرة وأعداد كبيرة في مؤسسات الدولة. السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد، زين هم كلهم مجموعة لصوص، يعني هم اذا تشوف الواردات مال الكهرباء ايش قد توصل للشركات او للوزاره. نعم. يعني ذاك اليوم
انا دا ادفع راح مسجلين علي مبلغ كبير وانا منطي بال 2006. نعم. لما كانت سووا خصصه مال وصال شركه وصال. فالجماعه شو مسوين؟ ما مسجليها. نعم. يعني الناس تدفع يعني اضعاف فلوس هوايه. يعني نعم. ذول العقود والرواتب ماكو يعني فلوس يعني كلها سرقه وبوق. ويقول لك ما مسجليها بالحاسبه. يعني هاي الشركات اللي سووا مال خصصه شركه وصال وغيرها. نعم. وغيرها. نعم. هذول كلهم يعني هم خبطوا الفلوس والناس يعني شو يقول له واحد مشيت بس رواقب يقول له انا دافع يقول له والله شو علي اني يعني حراميه ولصوص خذها وزاره ماكو وزاره بالعراق اذا مو بيها لصوصيه وسراق يعني هذول يعني شنو من بشر هذول الناس ما ماخذين راتب يعني وين تروح الفلوس؟ نعم يعني سيد ابو حسن وزاره الكهرباء تقول بأن رواتب العقود موظفي العقود اللي موجودين على وزارة الكهرباء هم رواتبهم كاملة وجاهزة. طيب ليش متأخر الصرف؟ تتحجج الوزارة وتقول بأن الموضوع مرتبط بوزارة المالية وهي دخلت في مداولات وما أدري شنو. هذا الكلام بالنسبة للمواطن البسيط بالنسبة للموظف اللي عايش على هذا الراتب هذا الكلام شي يفيده؟ صار لخمسة أشهر وستة أشهر وهناك أكثر لم يتقاضى راتب. كلام وزارة الكهرباء لما تقول انه الفلوس جاهزة وماكو صرف، شنو معناه؟ اخي كلها عصابات والله، يعني انا ما بدي اقول لك يعني وزارة الكهرباء لازميها مافيا مال احزاب. نعم. يعني انا طبيت للمكان مال الدفع وقاعد اشتري اقول لهم يابا هذه الفلوس انا احنا منطين. نعم. منطين من 2015 كاتب لي، يعني من 2018 شهر 11 انا منطق وزارة الكهرباء. نعم. يعني ناس سراق كفرة ملحدين ليه يهتموا العراق هسه العراق لما رادين يساعد يحرق نفسه يعني عبالك راح يهتموا له اليوم بالذات يم وزارة الصحة شباب يردون تعيين ولا وبالحر وقاعدين وبحال الضيم حالهم احد يهتم له اخي هاي العراق ما يفيد اذا مو ثورة حقيقية يعني خلاص العراق خلاص فد مرة يعني يخلص يشوفوا الحيوية الدولة هاي العصابة يخلصون معده وتنقطع العلاقه مع ايران قطعا نهائيا تنسد الحدود هم سبب دمار العراق ايران لان دول كلهم تبعيه ايران دي يحكمون العراق والا لو عراقي حقيقي صدق وعنده دين وعنده اخلاق وعنده شرف وعنده مبدا ما يخلي عراقي يتبدل البهدله هاي يعني تعرف الكهرباء دا تنقطع مي ينقطع يا اخي هسه المي والله دا ينقطع ومي يلعب النفس زين دول مو عراقيين اخي مو عراقيين دول كفره ملحدين لا ينتمون للعراق ولا اصلا هم عراقيين اصلا. نعم. فالعراق اذا ما ينتفض يا اخي انتفاضه حقيقيه. نعم. العراق بعد يوميه يسوون ازمه، يعني العراق صار بلد ازمات. انا اشكرك يا سيد ابو حسن من بغداد، معنا السيد فاضل من الفلوجه، تفضل يا فاضل. فاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني اول وحده اشكرك واشكر قناتكم وجزاك الله خير على ذاك اليوم واحد من سبك وسب السنه كلهم وجزاك الله خير ما رديت عليه لان ما يستوجب الرد. نعم احسن لو هو ادمي ما قال هالشكل. نعم. ما سب الكل يعني اكو زين واكو زين بكل مكان. نعم. لكن على كل نرجع لموضوعنا اللي انا نعم. اقول من مثل ما يقولون الناس اقول يعني بدل ما لا ادور لا يمنى ولا يسرى اقطع الرواتب عن كل واحد اشك به نقول مو موالي للعراق. نعم. اقطع الراتب عندنا وانطي الراتب للناس اللي جاي التظاهر وهذا ومن كل شيخ اقول له اعطيني اجمع الشيوخ واقول يا شيوخ كل واحد ياخذ يتاهد بألف واحد. نعم. يدفع وياه هم يحررون العراق من ايران ومن غيرها خلال يعني اذا اقول اسبوع والله كثير. وهم يعني سيد فاضل انت دا تقول انه نعم. لازم اقطع الرواتب على اللي كل واحد اشك به. طيب هو منو اللي يقوم بهذا نعم. الموضوع منو اللي يسوي قطع الراتب هذا منو اللي عنده القدره الان بالحكومه الموجوده انه يقطع الرواتب عن كل واحد لا يستحق ويعطيها لمن يستحق خلاص ما يقدر اكو عنده شيء عنده ماشه هم يجلون على عيني وراسي الشيوخ والساده والاشراف كلهم نعم اقطع مو اقطع اصيح الشيوخ واعطيهم اذا ما اقدر اقول لهم تعالوا جاءني الي الحد وصلت تعالوا هاكم هذا السلاح
وينطيهم بس ينطيهم امر هو والله بسلاحهم هم يكانون هم يحررون العراق بسلاحهم بدون كل شيء بدون ما ياخذون منه حتى لو طلقه. طيب والله لا يدافعون عن نفسهم يدافعون عن العراق كله. ثاني اكثر من هذا ما عندي ما اقول يعني. لكن اشكرك شكرا جزيلا. عندك عراق عندك شعب انت عندك شعب. شكرا جزيلا لك سيد فاضل من الفلوجة وضحت الفكرة. معنا سيد سعد من الكويت تفضل يا سعد. يا هلا بك استاذ محمد. اولا استاذي بالنسبة للعراق ما بيها فقر. ليش؟ لانها تملك مئات المليارات يعني. تملك مئات المليارات. وبعدين شنو رأي المرجعية؟ كيف ما بيها فقر يا سعد يعني حكومة. يعني شلون ما بيها فقر؟ يا استاذ ويجب عليهم أن ينطونهم رواتبهم وحقوقهم الدستورية والقانونية. وآخر الكلام نحيطكم علما بأننا على ثقة مميزة تجاه برنامجكم والقناة وكادر القناة وطاقم العاملين فيها. تحياتي لك. شكرا جزيلا يا سيد سعد من الكويت. بس أنا وديت حقيقة أسأل حضرتك بس يبدو أنه يعني هي العادة حقيقة مع سيد سعد كل الهلبي لكن ما يعطي مجال للنقاش. كيف العراق ما بفقر؟ وإن كان دولة غنية هل تذهب الأموال إلى مكانها الصحيح أو توضع في مكانها الصحيح حتى نقول أنه العراق ما بفقر؟ نسبة الفقر اللي تتحدث بها الحكومة أرقام الحكومة تقول 20%، النسبة الحقيقية أعلى من ذلك. يعني عندما تتحدث ممثلة الأمم المتحدة في العراق عن الوضع الكارثي الاقتصادي واقتراب العراق من حافة أو من درجة 40% بنسبة الفقر هو حقيقة كارثة، وهي الأرقام الحقيقية الموجودة على الأرض. نعم العراق بلد غني، نعم العراق يملك ثروات طائلة، لكن أين ذهبت هذه الأموال؟ من الذي استفاد من المال العراقي؟ ليش دا نشوف اليوم موظفين بالدولة لم يتقاضوا الرواتب منذ أشهر؟ شنو اللي يمنع الدولة من تسديد رواتبهم؟ ليش أكو فضائيين؟ متى سننتهي من أزمة الفضائيين واستلام هذه استلام الفضائيين أو أصحابهم الذين وضعوا هذه الأسماء الوهمية في سجلات الدولة استلامهم لهذه الرواتب واللي عددهم بحسب وزير التخطيط يقول 100,000؟ يعني 100,000 شخص إن آمنا بهذا الرقم اللي هو 100,000 تخيل الكمية حجم المبلغ الذي تذهب أو الذي يذهب إلى هذه الجهات الفضائية الوهمية. مبلغ قد يكون كافي ربما لتسديد رواتب كثير من الموظفين في الدولة، وهو ما لم يحصل حقيقة ولم يحدث حتى هذه اللحظة. السيد أبو قيس من الموصل تفضل يا أبو قيس. أستاذ محمد شلونك؟ الله يسلمك حياك الله. أستاذ محمد على رواتب على العقود دائرة بعدين وانا. نعم. أصبح اليوم تبت تشهر بدون رواتب أنت الوقتيين خطية وبقبل عليهم عياد الله الأضحى. في أي مؤسسة؟ في أي مؤسسة يا أبو قيس؟ دائرة باع نينوى. نعم. صار ثمان أشهر بدون رواتب. نعم. وبقبل عياد الله الأضحى على علينا وعليكم إن شاء الله يكون خير. وأنت بخير إن شاء الله. ليش ما ينطون رواتب لهالمساكين الفقراء الذين يخدمون بصورة صحيحة وهم الذين قاعدين بالعمل نعم. ولا نعم نطلب منك إنك توجه إلى دائرة باع نينوى والمحافظ نينوى إطلاق رواتب الوقتيين الخطية اللي جاء العيد وما عندهم شيء يشترون ملابس لأطفالهم. سيد أبو قيس أريد أسأل حضرتك لما الموظف طبعا. الموجودين الموظفين يسألون الدائرة شنو جواب الدائرة عن أسباب تأخر الرواتب؟ أستاذ محمد دائما نوم يقولون بيد المحافظ، نوم يقولون إن الوزارة ماكو، نوم يقولون واردات جمعوا وارداته على اساس يطلقوا الراتبين نعم. وما طلقوا كل شيء نهائيا. نعم. الله يكون بعونهم وبعون كل الموظفين في العراق اللي متاخره رواتبهم. انا اشكرك يا ابو قيس واتمنى رسالتك توصل ان شاء الله وصوتك وهذه المناشده تصل لمن يهمه الامر او لمن يستطيع ان يتحرك في قضيه الرواتب المتاخره لكثير من الموظفين. السيدة أم محمد من بغداد تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أستاذ محمد شلونك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. والله أستاذ محمد يعني إحنا شو نقول الكاظمي شو إحنا بدنا نعرف هذول متآمرين علينا خل نعرف متآمرين على الشعب على مود نعرف.
اريد نعرف احنا شنو الفيلم ويا الكاظمي احنا. نعم. يعني الفيلم ماذا نعرفه؟ يعني احنا بنقول له بعد عن ايران هو يروح لايران. نعم. يعني ما صايره ترى، ما صايره يعني. على اساس يروح حتى العلم العراقي ما نريده بايران. ما نريده، مو حرقوه بالتحرير العلم العراقي ذولا. نعم. مو حرقوه، خليه يحاسب قتلة الشهداء وينهم؟ القتلة مال الشهداء خليه يحاسبهم. يلا منو اول مرة القتل؟ مو ايرانيين ضربوه؟ ايرانيين مو هم ضربوه؟ خليه يحاسب ايران. ليش جاي يروح الايران؟ ليش جاي يروح الايران؟ ارجع اعرف ليش جاي يروح الايران؟ احنا نريد استاذ محمد الحدود مال الايرانية تنسد. والسفارة من ناتي شال لان هو ام نحن شال. الرئيس الايراني الرئيس الايراني يقول لمصطفى الكاظمي نحن نهتم او نريد عراق قوي مستقر امن في المنطقه. طيب شلون حيصير العراق امن وايران وميليشياتها الولائيه منتشره بالعراق بكل مكان؟ ميليشيات ميليشيات صدقني، وهم جابوا داعش استاذ محمد. ما حد طبب داعش غير هم، يعطوهم فلوس الايرانيين داعش ويجيبون داعش. زين ليش ما طبقت على امريكا؟ ليش ما طبقت على ايران؟ أشبك علينا. أم محمد أم محمد سؤال سريع عفوا من حضرتك ويا حضرتك حتى ننتقل إلى متصل آخر، رأيك بموضوع تأخر صرف رواتب الموظفين تحديدا موظفي العقود في الوزارات؟ مثلا وزارة الكهرباء تقول الرواتب جاهزة، طيب ليش ما تنصرف؟ شنو اللي يمنع الدولة من تسديد رواتب الموظفين بدل ما هي تروح الفلوس على جماعة رفحاء وعلى الفضائيين؟ رفحاء؟ نعم. لو على شنو استاذ محمد؟ ام محمد دا اسال حضرتك، ليش دا تتاخر رواتب الموظفين موظفي العقود في الوزارات؟ الدوله ليش ما تدفع ناس صار لها 5 اشهر وست اشهر واللي 3 اشهر ما عندهم رواتب ووضع اقتصادي صعب؟ ما تدفع. تدري ليش؟ ها انا اقول لك ليش ما تدفع؟ دا تطلب من الشعب. الاحزاب دا تاخذ فلوس استاذ محمد. نعم. الاحزاب الحزاب والحشد كلها تاخذ فلوس، منين رواتب؟ منين يستلمون؟ نعم. الحشد تاخذ فلوس استاذ محمد والاحزاب من عمار الحكيم وشيل ايدك. نعم. نعم. احنا ما نريد عمي الكاظمي اذا ما يصير عدل والله العظيم، ولا ما يسحب نفسه من ايران ويشيل العلم العراقي من ايران، لا نريدهم ولا نريد الكهرباء مالتهم مثل ما سووا فينا صار لهم 5 اشهر يطخوها علينا، ما نريدهم والله العظيم. نسحل الكاظمي سحل مثل نور السعيد، خلي الكاظمي يجر من ايران يسحل روحه من ايران. شكرا يا ام محمد من بغداد، وضحت الفكره، شكرا جزيلا. ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم يا روحي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. تحياتي لقناتكم الشريفه. الله يسلمك. احنا عندنا مناشده. تفضل. يعني تفتح لي الاتصال ترى قلبه مجموع. يعني الصوره صحيحه. بس علي صوتك يا ابو علي لمدى افهمك بشكل واضح. انت احنا حتى اكو متصلين يعني يحسون بنا الرواتب مال الموظفين الطاقه الكهربائيه. نعم. نعم. اللي جماعه الطاقه الكهربائيه اهل ال50 ورقه اللي عاطين ما يعطونهم اخذوا منهم 50 ورقه تعيينات. نعم. مال شهر التاسع العام. شهر التاسع العام ومال 2019 اخذوا كل واحد 50 ورقه و60 ورقه وعينوهم بالدوارب يعني بالكهرباء ولحد الان ما معطينهم رواتب. انا بالنسبه لي لا موظف احكي لك اياها ولا احكي. نعم. انا محاط واسط يم الطاقه الحراريه اللي بقضاء الزبيديه اقوى طاقه بالشرق الاوسط. طيب. بال 2013 14 شغله ترى الطاقه الحراريه اجى نفسي المالكي نزل هنا بيها بالطيارات وعلى حسب الاصول انت خط الطاقه من الزبيدية خط بدون استثناء 24 ساعه ما يطفي. طيب. كان اخذوا بيعانهم الزراعيه وهجروا العالم وهذولوا العوائل واخذوا بيعانهم وثبتوا الطاقه الكهربائيه. طيب. حتى اذا يعني في يعني اكو عندي هالثاني على التواصل الاجتماعي عندي فيتصور لك واجيبك يا علي ذاعي يعني انت من يمك يعني تتخطل دخان فوقانا الدخان مال الطاقه الكهربائيه. وش قد تجيكم الكهرباء على الحكي؟ طاقه هاي روحي. وش قد تجيكم الكهرباء على هالكلام؟ معلومة.
استاذ محمد يا روحي تفضل. الدخان مالتها ماكو من يجعل يعني يجعلها السياره، حتى السياره اذا يجعلها يطلع الحديد شلون استجاب؟ يعني نحلم نشر الملابس برا، يعني نحلم نبعد برا، يعني ما عندنا كهرباء، يعني من اجى المالكي وطانا خط بدون استثناء، ايش معنى من راح المالكي؟ يعني هسه مو دفاع للمالكي بس هو قال يعني هاي بدون استثناء ترى فيها امراض خبيثه، عندنا امراض خبيثه صار يعني تقريبا قلنا جزء 30% 40% وصلت الاوراق الخبيثه استاذ محمد. مو يعني ليش ما يكون الخط الكهرباء انه ليش يعني موزعين القضاء النعمانيه ومدينه القضاء العزي ومدينه المدبون ومدينه القضاء؟ هذا يا ابو علي، هذا يا ابو علي يدخل، هذا يا ابو علي يدخل في اطار السياسات الخاطئه. يعني لو كان هناك إدارة صحيحة للبلد لما كانت هذه الفوضى الحاصلة بزمن المالكي وبغير المالكي. يعني ذاك اليوم تكلمنا عن، بس لحظة اسمح لي، ذاك اليوم تكلمنا عن موضوع تكلفة إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في دولة عربية جارة، في دولة عربية العفو مصر، قالوا بأنه أنفقوا 7 مليارات دولار على إنشاء 3 محطات ل توليد الطاقة الكهربائية تكفي 45 مليون نسمة ب 7 مليارات دولار، وزارة الكهرباء تتحدث عن 62 مليار دولار صرفت على قطاع الكهرباء وماكو كهرباء. يعني هذه فوضى، هذه فوضى، لا يسمى هذا الزمن المالكي وغير المالكي. استاذ محمد مناشدة لإذاعتكم الشريفة، تفضل. إذا هذا الصوت مالتي يصل يقول أنا كاظمي، يقول أنا كاظمي، إذا هو الشريفة خلينا نقول لجنة الدولة، إذا هو يقول أنا شريف ويقول أنا نزيه ويقول أنا أدور أنطي خبز للشعب العراقي، كان يجي للطاقة الحرارية مال محافظة واقف. المالك مو أحسن من المالك، من المالك إجا، المالك إجا للطاقة الحرارية وجاء العبادي وجاء عادل عبد المهدي ما أدري حمد، أنا بالنسبة لي ما أحترم بهم كلهم، لأن شنو؟ ما يوكلون خبز حلال، هم شريف. إذا هو شريف الكاظمي ويقول أنا شريف، أنا ما بطول عليك بالكلام. من هاي ذاحة الشريفة توصل هذا الكلام؟ إذا يقول أنا شريف ونجيه خليجي بالطاقة الحرارية لمحافظة واسط، لأن قضاء الزبيدية دمار في أمراض سرطانية أكثر من 40% من وراء الدخان مالتها. شلون استجاب؟ إذا تقف لك ساعة، إذا تقف ساعة وحدة وتقع عليه الدخانة تجرف الجسم مالتك. أنا أشكرك يا أبو علي من واسط، وأتمنى رسالتك وصوتك يوصل وهذه المناشدة تصل أيضا. للأسف يدار العراق منذ الاحتلال بهذه الطريقة الفوضوية العشوائية، وكم من ملوثات واحتراق للغاز، وهذه المؤسسة أو الطاقة الحرارية في محافظة واسط، أيضا موضوع الانبعاثات والتلوثات البيئية التي تحصل، والأمراض التي نشأت وحقيقة ظهرت في العراق وخاصة في المحافظات الجنوبية نتيجة الملوثات البيئية التي لم يكن لها حل في زمن المليارات التي دخلت إلى خزينة الدولة. محمد من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخي محمد. الله يعافيك، حياك الله، أهلا وسهلا. الشيك وانتم يا عراقيين على اتباع الولي الفقيه. الولي هذا النائب عن الامام المعصوم. النائب عن الامام المعصوم والراد عليه راد على الله والعياذ بالله. ابو محمد، سيد محمد، سيد محمد لا تدخلنا، ارجوك لا تدخلنا في امور دين، احنا اليوم بدنا نتكلم عن موضوع العراق وتاخر صرف رواتب الموظفين، ارجوك حتى لا تسوي لنا، لا يكون هناك يعني فوضى بالحلقه. أخوي محمد، نعم، وش اللي دمر العراق غير هالعقيدة؟ هل هذه تياطر؟ ما هي عقيدة العراقية؟ سيد محمد أرجوك مرة ثانية لا لا تدخلنا في قضية. الله يطالي عليكم. نعم، خلنا نكون واضحين يعني مع الناس، كثير يعني واضحة، لأن العالم ترى وصلوا وعي، درجة وعي حتى الشعب العراقي، أنا الحين صرنا نتعلم منهم، بالعكس العراقيين أعرف منا بالإيرانيين ومن هذه يا أخوي، هذه يعني ثقافة مجوسية مستوردة للعراق، ما يعني العراقيين عرب ما يقبلونها يعني. طيب يعني يا أخوي يعني لازم صراحة لازم ثورة،
عالمة. نعم نعم أشكرك. نعم وضحت الفكرة سيد محمد من السعودية، أشكرك للمشاركة. معنا سيد ناصر، تفضل يا ناصر. مرحبا أستاذ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا. عندي موضوع خارج البرنامج بلا زحمة عليك. يعني احنا نفضل يكون المواضيع داخل الحلقة، لكن تفضل. والله لا، خلي الشعب العراقي يطلع على هاي القضية أستاذ محمد. تفضل باختصار أرجوك. البارحة بالوحدة وربع راجعت وزارة الداخلية. نعم. مكتب شكاوي الوزير، وإذا طلع السيد الوزير ما يستقبل شكاوي المواطنين. ليش؟ من سألت للولد قلت له الوزير قال مبلغنا ليكونه كورونا. يعني أستاذ محمد طلب ما يستقبله السيد الوزير، عندنا واحد احتال علينا يوم 18/7/2019 من عندنا 10 ملايين ونص. يوم 18/7 من قمة الدعوة بالمحكمة سدوها القضية. يعني بس حتى افهم منك، وزير الداخلية رفض يستقبل شكوى مواطن لأنه خايف يصاب بكورونا؟ الولد مفوض موجود بالاستعلامات، خوش ولد مؤدب وخلوق. طيب الولد خلوق يقول انا متبلغ من قبل الوزير انه ما استقبل الطلبات. نعم. يعني اذا وزير تنفيذي ومسؤول على امن المواطن عليك وعليه يرفض الطلب، فوالله العظيم حاله عجيبه بالعراق استاذ محمد. نعم. يعني البارحه طلعت متاثر كلش، قلت اثار هاي الاعلانات، عندهم هم موقع وعندهم هم رقم تليفون خاص، قلت له يابا ما استفاد من ذلك. واذا طلع السيد الوزير ما يستقبل المواطنين، هذا علني وانا موجود، واذا اراد السيد الوزير هذا تليفوني وانا موجود. هو احنا ولا بما انه حضرتك فتحت موضوع خارج الموضوع، احنا نسال هم هو ما الذي قدمته وزاره الداخليه للمواطن العراقي؟ هل امنت حياه المواطن من الميليشيات ومن الاغتيالات على سبيل المثال؟ والله استاذ محمد البارحه اخذت نظره يختلف عن السيد الوزير باعتباره هو عسكري وانسان ابن عرب يعرف مصير الانسان شو يصير، يعني وراها قاتل ومقتول، تصورته هو المنجز الاخير الي والله. طيب يعني مع الاسف استاذ محمد انا بس اود حتى الشعب العراقي يطلع على هاي الحال. نعم انا اشكرك يا سيد ناصر من بغداد ورسالتك وصلت. وطبعا يعني هو متى استمع المسؤول في العراق الى المواطن ليستقبل الان شكوى ويقوم بتلبيه هذه المناشدات؟ متى استمع اي مسؤول في حكومات ما بعد الاحتلال للمواطن في العراق؟ طيب نذهب الان مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيده ام تبارك من محافظه صلاح الدين، تفضلي يا ام تبارك. السلام عليكم اخي استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. احييك وحيا القناه العظيمه وعامليها. الله يسلمك. استاذ محمد الوضع يعني في صلاح الدين. نعم. يعني
الوضع متأزم يعني هواية. من يا ناحية؟ يعني سرايا وحشود واعتقالات. نعم. ويسرقون أموال الناس، ينزلوهم من السيطرات ويأخذوهم. نعم. يقطعون السيطرات، ما يخلون الفلاحين يدخلون للعلوة يبيعون مخضر مالتهم. نعم. يعني لا وين وين الامن وين وين القوات الامنيه يا ام تبارك؟ وين الحكومه؟ ليش ما تمنع هاي الميليشيات؟ هاي الميليشيات اصلا من يوقفون السياره ما يخلوا تدخل الداخل الاستعماريه ما ياخذون من عندها فلوس. ماشي، انا اسالك يا ام تبارك، وين الحكومه العاد والقوات الحكوميه؟ ليش ما تمنع هاي الميليشيات؟ ليش ما توقفها؟ والله غير الوزير الكاظمي من اخذ المنصب مال حيدر العبادي وما قاد غير ويمنع الميليشيات. هي ما فاصلة حتى حكومة، حكومة هاي مو حكومة، هاي فاشلة، حكومة فاشلة. نعم. يعني تبوق أموال الناس، تاخذ من عندها فلوس، يلا تخلي تفوت عبر المخضر مالك، يقطعون الطريق، يدون السيطرات. نعم. كهرباء ماكو. نعم. كهرباء بس مخلي القوات الأمنية، شعب العراقي مظلوم، كهرباء ما إله، بس نعم. القوات الأمنية. إيش بيها القوات الأمنية؟ بس الكهرباء ما غير القوات الأمنية. الكهرباء بيدهم يعني؟ هي كهرباء بيدهم، لأن بس خط القوات الأمنية عليهم كهرباء، لأن ناس في الحرم ما عندها كهرباء. نعم. وأنا أشكرك وأشكر على القناة وصفات المظلوم. الله يسلمك ويبارك بيك، وهذا واجبنا يا أم تبارك. السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل حياك الله. أبو جاشر الله، مساء الخير. مساء النور، حياك الله، أهلا وسهلا. يا هلا بك، تحية لك وللقناة وكادرها والشعب العراقي العزيز المحترم. الله يبارك فيك. الزاد بالنسبة إلى الله يحفظه، بالنسبة لما يجري بالعراق، هي مجموعة من السراق الحرامية وهم تابعين لإيران. أكبر دليل أستاذ محمد ذهاب هذا ما يسمى برئيس الوزراء، هو يعرف لولا ولاية الفقيه هو ما يجي، ويعرف نفسه ليس كبر يقود البلد زي العراق زي عظمة العراق، لكنهم تابعين لإيران. هو يسرق من أموال الأفهام كلهم، يذهبون لإيران لأنهم ذيول إيران، كل العصابات المجموعة. ولكن إن شاء الله أن الشعب، الناس على الله ان ينصر الشعب وان يحشرونه مع ولايه الفقيه مع الخامنئي ان شاء الله. نعم. وتحيه شكرا جزيلا لك يا سيد ابو فيصل. السيد ابو فهد من الطارميه، تفضل يا ابو فهد. ابو فهد بس نصي صوت التلفزيون رجاء. ابو فيصل، ابو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. احيي قناتكم واحيي قناه الرافدين البطله. الله يسلمك. المجاهده الوطنيه. الله يبارك فيك. ابو فهد بس لو سمحت، لو سمحت البركة. لو سمحت يا ابو فهد نصي صوت التلفزيون للاخير. والله انا استاذ محمد يعني اكلمك الاحداث الطارميه. نعم. الطارميه الجيش بيها، الجيش بيها اصلا. نعم. نص الصوت يا ابو فهد حتى اقدر اسمعك بشكل واضح، نص صوت التلفزيون. الجيش فيها معاملته ويا الطارميه مو شيء، يعني غلط وحكي و... نعم. وفد الفاظ يعني والله بديهه اصلا، واي شيء يصير هم بغداد، وبغداد بينضربون. نعم. يعني كيف الطارميه واطراف بغداد واطراف ليش اسب كركوك بكل مكان يصير. نعم. بس الطارميه من يصير بشي بيها والله نهجرها. والله لا هم ولا غيرهم ولا حد يقدر يهجر الطارمية. نعم. لأن الطارمية يعرفون إذا هجروها إيش راح يصير. نعم. الطارمية ما تتهجر. لأنه ليش ما تتهجر؟ الطارمية يعني قضاء كبير، مو شوية حد يهجرونه. نعم. بس إنه الجيش مأذيها، القادة مالتها مأذيتها، الشيوخ مأذيها. من يجي مثلا البارحة يجي رئيس الوزراء. نعم. سعيد الجاسم شو يقول له؟ والله كل شيء ماكم الطارميه صافيه، الطارميه لا حد انعدم بها ولا اي شيء صار بها ولا اعتقالات. وهو الرجل الكذاب هذا يكذب، هذا حميل لهم. لا صار بها اعتقالات وصار بها كل شيء الطارميه. نعم. نعم. اشكرك جدا. انا اشكرك يا ابو فهد، و
الله يكون بعونكم على ما ابتلاكم حقيقة، ميليشيات وقوات حكومية متواطئة ومشاركة في عمليات الاعتقالات وعمليات الاعتداءات التي تتم على المواطنين والانتهاكات بشكل عام في مناطق حزام بغداد بشكل عام. طبعا هناك محاولات لتغيير ديموغرافي، محاولات للتهجير، تجريف بساتين، حرق أراضي، هدم بيوت، واعتقالات طبعا مستمرة، وحتى اغتيالات تنفذ، إعدامات ميدانية حتى تنفذ في مناطق حزام بغداد. لا يوجد تحرك حكومي لإيقاف هذه الميليشيات أو السيطرة على القوات الحكومية التي اخترقها الفساد طبعا وسيطر على كثير من قياداتها، وبالطبع سخر هذا الفساد في خدمة الأحزاب أو المنتفعين من موضوع التهجير القسري، موضوع التغيير الديموغرافي الحاصل في مناطق حزام بغداد. نكمل حديثنا طبعا عن موضوع تأخير صرف رواتب الموظفين في الوزارات المختلفة في العراق. اليوم طبعا لما كان مصطفى الكاظم يتحدث مع حسن روحاني في إيران، تبادلا الشكر والثناء لبعضهما بخصوص موضوع أنه شكرا للعراق ساعدنا في أزمتنا الاقتصادية، ويرد مصطفى الكاظمي ويقول سهلنا على إيران وساعدناها في أزمتها الاقتصادية، وكان هناك تسهيلات كبيرة للتجارة في العراق، التجارة الإيرانية في العراق. لماذا يعتمد العراق على الآخرين؟ لماذا تغلق هذه المصانع التي بإمكانها أن تشغل الكثير من الأيدي العاملة العراقية؟ لماذا تستجلب اليد العاملة الأجنبية في العراق للعمل في الشركات النفطية، والعراقيون هم أولى بالعمل فيها؟ لماذا لا تعالج القضية الاقتصادية وقضية ذهاب الأموال إلى غير محلها وغير مكانها، ونرى الآن جيوش من العاطلين عن العمل وجيوش ممن لم يتقاضوا الرواتب منذ أشهر وهم في أمس الحاجة إليها؟ هذه أسئلة تطرح على هذه الحكومة التي توزع الثناء والشكر لدول العالم مستفيدة من خيرات العراق، في حين العراقي لا يستفيد من أمواله ولا من ثروته. من معنا الآن؟ السيد أنور من النجف، تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد أشكرك وأشكر خاتم رافدين. حياك الله. بفد موضوع أرد يعني توصل لي على توصل صوتي بلا زحمة. تفضل. على مود هاي الرعاية الاجتماعية. نعم. مو بس أثناء الحظر الكورونا ما كورونا فيجون لهنا فيحدثون بيانات. نعم. أثناء التحديث كل عائلة يأخذون من 15,000 بحجة بنزينات. بنزينات. وحتى عند رقم أي يقلك بنزينات أريد منك أني. طيب. زين الله شاهد أني ما أكذب عليك وعند رقم السيارات اللي خلت بلوت اثنين. نعم. زين ويعني شنو الراعي هو شنو النفر شنو عقل الشهر يعني أنت شو تقول 5,000 دينار زين. 5,000 دينار هذا اللي يجيكم من الرعايه الاجتماعيه؟ اي هو تحديث بيان سلكم على مود الوباء وباء حتى ما تجي تناك تروح تحدث لهم، فشو يسوون؟ يجون لك واحد يحدث لك البيانات. خابرني قال شهر 4 وتجيب لنا كرم مال بنزينات، جيت انا عبال بس الي انا استاذ محمد. نعم. طلعوا تحسبهم فوق ال 200 شخص، اذا احسبهم برا كل واحد 15,000 قد يطلعون. نعم. طيب سؤال يا سيد أنور، سؤال لو سمحت، حضرتك لما دفعت ال 15,000 لتحديث البيانات ايش قد تاخذ من الرعايه الاجتماعيه الموجوده بالعراق؟ انا اخذ 275. 275,000 شو تسوي لك هال 275؟ والله يا استاذ يعني حتى كهرباء ماكو، انا مشكل ناس تسمع صوت المولد مشغلها. نعم. وقاعد الله شاهد قاعد الصحراء وما عندي حتى بيت، قاعد بدون بيت يعني هيك جار مأجراني. نعم. زين وياخذ 15,000 كله يعني بنزينات قلت يقبل محمد تاخذ 15,000 دينار. نعم. ليش يعني شنو نعم. هو شنو هو شنو راتبه؟ راتبه 500 راتبه ايش فيها تاخذ 15 بنزينات؟ اخذ لك 100 200 مو نعم. تاخذ لك المليون دينار مليون وحتى وحتى ال 100 هاي مو من حقه ياخذها يا انور، حتى ال 100 هاي اللي تقول عليها وال 200 مو من حقه ياخذها. زين الله شاهد ورسول، انا اشكر قناتك يعني القناه هاي رافدين يعني توصل الصوت بصوره صحيحه وتنقل يعني الشيء المضبوط ما بدون مجامله يعني. زين
ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم يا انور. انا اشكرك شكرا جزيلا. نعم نعم تفضل. لا تقاومني تواصل لان رقم السيارات عندنا موجود انا حفظته بايدي. نعم انا اشكرك يا سيد انور شكرا جزيلا للتواصل معنا بهذه الطريقة يتم التعامل مع المواطن. هو معتمد أصلا على رعاية اجتماعية ويأتي من يأخذ منه أموال لتحديث بيانات أموال فلوس البنزينات. طيب والدولة وينها؟ وين ليش ما تصرف البنزين لهؤلاء؟ على أي أساس؟ بأي وجه حق تأخذ هذه الأموال من المواطنين؟ يأخذ 275 ألف دينار عراقي شيء المن يدفعها؟ المن للمي للكهرباء لأبو المولد أقصد يعني لا توجد كهرباء في العراق للطعام له ولأطفاله الوين يوديها للعلاج مثلا 250 ألف دينار عراقي يعني 200 دولار المن يوديها. فيما تبقى من لحظات مشاهدينا الكرام نقرأ سريعا الرسائل الواردة. رسالة تقول السلام عليكم من أبو حاتم من الموصل باختصار شديد بعد التحية والسلام. يقول أستاذ محمد من 2003 ليومنا هذا لا يوجد مسؤول بالعراق يشعر بالمسؤولية إطلاقا كلهم فاسدين كلهم هم جيوبهم. شكرا يا أبو حاتم. رسالة أخرى السلام عليكم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل بسبب قطعة أرض ينحكم رجال كبير شنو ذنبه؟ أصحوا يا قضاة الأنبار يكفي ظلم. رسالة أخرى السلام عليكم أخي أطالب من قناتكم بالعفو العام أكثر المسجونين مظلومين وزوجي واحد منهم صار 7 أشهر ما شايفيه. رسالة أخرى السلام عليكم أخي الشعب الحر يجب أن يكون صوت أعلى من السلطة كافي وإن ناموسكم وغيرتكم اسحلوهم بالشوارع للخونة والعملاء. في رسالة أخرى رسالة طويلة جدا أعتذر عن قراءتها. آخر رسائل الواردة أخوي الحكومة تخاف من الميليشيات التي زرعت عناصرها دمج بالجيش وحتى بالحمايات للمسؤولين ومسنودين من الأحزاب الفارسية وسلاحهم أقوى من سلاح القوات الأمنية ما تنتهي إلا كل الشعب يثور ويسحلهم. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى هذا التردد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.